السلام عليكم. بما انني هذا الويكاند حيدت عليا العجز ومشيت فطرت في البحر، قلت اجي نديرها حجه وزياره وندير فيديو باش نتكلموا فيه شويه على الفطور الصحي. الفطور كاي وجبه كنتناولوها خصها تكون عندها واحد القيمه مضافه اللي كتزاد لينا، ماشي غير كناكلو باش نشبعوا ولا كنضيفوا سعرات حراريه خاويه للجسم ديالنا. القاعده في الفطور الصحي هو انه يكون فيه بروتينات، خضار اللي غناخذوا منها الالياف والفيتامينات، دهون بحال زيت الزيتون، وانه فاش نجيو ناخذوا معجنات يكونوا معمولين من القمح الكامل وما نكثروش منهم. هادشي كيخلي الفطور وجبه متوازنه صحيه كتضيف للجسم ديالنا، وفي نفس الوقت كتخلي عندنا واحد الاحساس بالشبع كيدوم لمده طويله جدا. بالنسبه للمشروبات في عوض ما ناخذوا اتاي ولا قهوه، هنا درت ازير مع النعناع، المذاق ديالو تقريبا بحال مذاق ديال الشاي بالنعناع، ومن مورا ساعة من الوجبة ممكن أننا نشربوا أتاي ولا قهوة كيف ما بغينا. بعيدا على المثالية، هذا الفطور ما نقدروش نصايبوه كل نهار، ولكن في الويكاند فاش نبغيو نتهلاو في راسنا وفي وليداتنا ما فيها باس أننا نضيفو خضر وأشياء جديدة للوجبة ديال الفطور، عوض المعجنات اللي كلها مصنوعة من نفس المواد اللي هي الطحين الأبيض، زيوت على الأغلب كتكون زيوت مهدرجة. فاش كنهضرو على مسمن، بغرير، حرشة، هما كلهم في الأخير نفس الحاجة. بطبيعة الحال ممكن أننا ناخدو المعجنات ولكن يكونوا من حبوب كاملة وبمواد صحية. نتمنى أنه يعجبكم هذا الفيديو وشاركوني الآراء ديالكم. سلامة.